السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. هنبدأ في درس جديد من سلسلة دروس ريال تايم شات اب. الدرس اللي فاتنا قلنا احنا كانت البراوزر فايل محتاجة شوية ديبنسيز تستطمش معاها، هي في الحقيقة مش البراوزر فايل، هي كانت الفيو فايل بتاعتنا. اليوم هناخد شوية نخش على فيو فايل، نخش على الويفل مثل فيو فايل، هيطلع لنا الجيت هاب بتاعها نخش عليها، أو ممكن نخش على جيت هاب ونسرش على فيو فايل. هو اللي عاملها الراجل اللي هو عامل فيو فايل أصلا، الفيو أصلا. تمام، وممكن نخش على البروفايل بتاعه ونشوف اللي هي الفيو فايل. المهم هنحتاج شوية مكتبات خاصة بتابل، مثلا نجيبها كده كوبي وتعالى نروح نحط هنا بيست وانتر. على فكرة احنا كنا ممكن نسطب كل الديبنسز اللي احنا كتبناها دي مرة واحدة زي هنا كده، npm install نحط سلاش وبعد كده نكتب اسم المكتبة وسلاش وهكذا. طيب عمال ما يخلص الاخ ده، تعال نبدا بقى نتعامل مع الدرافل. اولا تعال نكريت داتابيس خاص بينا. تعال الاول نروح هنا على التيرمينال بتاعي. تعال نعمل شيل نيو تاب. يبقى احنا عندنا اتنين تاب، واحدة نتعامل بيها مع الجل وبعد كده هنعرف ايه جل، واحدة نتعامل بيها مع السيرفر بتاعنا. المهم تعالى اول نقول هنا نخش على مجرد المشروع بتاعنا. ماشي تمام، تعال اتاكد بس كل حاجه شغاله تمام. اتش بي سيرف، اتاكد بس ان المرض شغال بشكل طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل. تمام، تعال نروح نعمل الداتابيس بتاعتنا بقى، نخش على الهوست اتش بي ادمن. تعالوا نحط بيز، ممكن بيز نسميها شات اب، خلي الكوليجن بتاعها بي دي اف 8 جنرال يو اي. تمام، نسيبها فاضيه بشكل مؤقت. تعالوا نروح بقى على البي اتش بي ستورم بتاعنا. طبعا هنروح هنا على الانف بتاعنا، بنقلب الانف او ملف الانف. تعال نحط الجزء بتاع الداتابيز، هي اسمها شات اب، يوزر نيم بتاعها روت، ما فيهاش باسورد. طبعا نستخدم الماي سيكوال وادي الداتابيز هوست كله تمام كده. اوكي، هنفصل السيرفر ندوس كنترول سي. تمام، هنقول له هنا php artisan make oath عشان نفعل بس الجزء بتاع الاوثنتيكيشن الخاص باللارفل. تمام، بعد كده هنقول له هنا php artisan make create عشان يكريت التيبلز بتاعتنا. تمام كده، المفروض لما اعمل php artisan serve تاني هخش الاقي الموضوع مختلف شوية. تعال نخش على الارفل نلاقي فيه لوجن ريجستر والكلام ده كده لحد كده تمام. طيب هل ال npm خلصت؟ تمام، ال npm بتاعتنا خلصت، هي كانت مسطبة المكتبات دي. تمام، احنا كناش محتاجين نسطب. اوكي، طيب ده كان بالنسبة لدرس النهاردة. احنا شغلنا كده الارفل، شغلنا الداتابيس بتاعتنا خلاص كده اشتغلت. اوكي، تعالوا نعمل ريجستر جديد، هنقول له ادمن ادمن جيميل، باسورد 1 2 3 4 5 6، كونفيرم 1 2 3 4 5 6 ريجستر. تمام، تعالى نلوج اوت، لوجن ادمن ولا ريمبر بس. اوكي، لحد كده تمام. اشوفكم الدرس الجاي، السلام عليكم.